ضاع قلبك في كل مكان، وتخيل أثر الإحسان أن تأتي بعطاء يديك كي تصنع فرحة إنسان، أن تنقذ أملا من ياس، أن تمشي في عون الناس. ما أجمل هذا الإحساس، لا يوصف حتما بمعاس. Brothers and sisters in freedom, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is Thursday, 8th of February 2024. Today is 125 the war of the Gaza, and this war is still continuous. A freedom team in the South Gaza Rafah prepared the food to distribute it for all refugees in the South Gaza. Thank you for all donors. تعطيه وتحتاج إليه، وكأن سعادتك لديه، وتهزك لحظة عينيه دمع وسرور في آن. لا تسأل من أين تراه، من آدم بأبيك تراه، عش معه أرضا وحياة حبا مختلف الألوان. بالخير ومنح الرحمات ستفاجأ بصدى البركات من كل خبايا وجهات لم تخطر لك في حسبان. إنسان